السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد بعمله يوصل لحضراتكم وكل خبر جديد يوصل لحضراتكم. ما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا. ويلا بينا دلوقتي نشوف الخبر الجديد اللي معانا، يا ترى ايه؟ فجر السعيد تتهم سمية الخشاب بالغرور بسبب سناب شات وتنهي متابعتها ببلوك. خبر بيقول: هجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الفنانة المصرية سمية الخشاب بسبب تصرفاتها التي لم تنل إعجابها عبر تطبيق سناب شات، حيث اتهمتها بالغرور وحب الذات. وعبر حسابها على فيسبوك وجهت فجر السعيد رسالة شديدة لسمية الخشاب بسبب رقصها وتصويرها لفيديوهات اعتبرتها فجر السعيد غير مناسبة لها. وقالت فجر السعيد في رسالتها: الصدفة قادتني إلى حساب الفنانة سمية الخشاب في سناب شات، وابتديت أتابعها من باب الفضول، وكونها نجمة مهمة قلت أتعرف على الجوانب المختلفة في شخصيتها بعيدا عن التمثيل، واكتشفت بأن هناك سوء فهم قوي عندها على فكرة السناب. تصور إنها تعتقد السناب هو مراية كل شوية تبص على نفسها فيها: أنا حلوة، شعري حلو، بعرف أعمل بوز البطة، ولا ولا. تابعت فجر السعيد في رسالتها لسمية الخشاب: لا يا حبيبتي، انت فاهمة الموضوع غلط. السناب شات برنامج سوشيال لايف يستعرض فيه مشتركين يومياتهم ليكون هناك تواصل اجتماعي. الفاشونيستا، حتى الفاشونيستا مش بتعمل اللي انت بتعمليه. ليه بس كده؟ مين اللي فاهمك ان السناب غلط؟ وصلنا لنهاية الخبر. وأقول لكم برضو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا. وإلى اللقاء في خبر جديد في قناة عبير عامر. إلى اللقاء.